صدقنا. سمعت امبارح شار دوين عم بيقول الدنيا هيك، ردينا الا لدوين يا عم الدنيا مش هيك، الدنيا بسمة والعكس قلنا احنا عملناها هيك. الدنيا هيك الدنيا هيك الدنيا هيك، لا 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 مش هيك. مرحبا. لك شو عدنا خلبست الوزرة ورجعت الجوع؟ الشغل عند الدرواندة يا خي أأمن من الجوع. لك سمعتك عم تنغي نفت سلم عليك. شو عم تعمل هون؟ أنا هون بدل عم ضيع. ليش عم تضحون؟ الغاب لبسان العب يا فار. غاب علوش بلشت تغنى. بتحب تسمع؟ لا يا خي ممنونك. ترك القهوة على الصبح. لك رحت أكلت لي صحن فول. هلا شو بطن مليان؟ كيف تمام؟ وانت غني وسلي حالك، وانا اللي بسلي حاله سلطان خاطرك. وينك؟ هلا بعد ساعة بدي اروح لعندك على القهوة. طب وينك؟ هير لي هاك شي نفس ارجيله طهمزه وشي كبيت شاي اقدر. لك شو قصتك انت؟ ساره طلباتك مثل الزواج. ليش الزواج احسن مني؟ فشر احسن. نحن لقمتنا بعرق جبيننا، حتى قرشنا كمان مغصور بعرق جبيننا. خاطر مع السلامة. غني غني بصي. بونجور أنكل سختياني، كومون فاتو؟ بونجور. أهلا بالسهر أهلي. شوف يا ميدو، حضغطو السختياني بشحمه ولحمه. أمو ميدو ميسيو، كيفك مسيو سختياني؟ أحسن منك. كيف يعني دخلك؟ كومون تيي ميو كلوي أحسن منه. حضغتك بتغني طغبا، هو بيغني طغبا. إيه بس هلا أنت تغنو غناء يطربني، مش مثلك ومثل بلبل هالسعدان وعلوش التعبان اللي غناكن أرقع وفرقع. أرقع؟ إيه؟ اتفضل خلي أرقع لنشوف مين أرقعت التاني فنية أكتر. إيه طيب، يعني مستعد تسمعه؟ معلوم مستعد. يلا فيي تفضل تغن وفرجيلي هلأ كومون أنشانت. يب Thank you.
حلوين غاروا مني معذورين ومدلع يا ما كتير حكيوا عني معذورين ومنعنا والحلوين غاروا مني معذورين ومدلع يا ما كتير حكيوا عني ماما 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 معذورين ماما 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 معذورين بتنعنش قلبي المهموم ضحكي منك يا ابو الميت بتنعنش قلبي المهموم ماما 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 مازوري ماما 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 مازوري مازوري ومنعنا والحلوين غاروا مني مازوري ومدلع يا ما كتير حكيوا عني مازوري ومنعنا والحلوين غاروا مني مازوري ومدلع يا ما كتير حكيوا عني ماما 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 مازوري ماما 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 مازوري تغيب يا شفت يا بالون غونفلي انه احسن منك؟ روح خذه من هون احسن لك ها، روح إيه؟ وجع لي روسي عم فهمك خليني اقعد وروي ايه غبيان حبيبي ما تعضني شوف حبيبي فوزيت اون فلور بارفيمي بس هيدا معه غشح مزمن فاهم شو؟ أكيد. يلا تفضل روح روح اصلح هم اللي اياه ودير فيه من محل لمحل مشان تضرب علي وعلى علوش هاك هون الطرب الاصيل يعطيك العافيه لك عبر سختيني هلا مرحبتان لك يا سختيني شو الخبرية دي خبرية شو انت تيني كمان يا سيدي المختار له ثلاثة ايام غايب واهل الحي ما عم يشوفوه ابدا قلنا لا يكون هالزلمه مسافر يا عمي لا يكون مريض وما حدا عم يشق عليه المختار باحلى باحسن حلته ركب معها بالسيارة وروحوا يعملوا ويك اند بأوتيل الزهور ركب معها بالسيارة مين هي؟ لك مين هي؟ هي ولك مين هي؟ يا عمي ما بقدر أقول إلا هي وبس تفضلوا من غير ما تروض خلينا نقعد ونروي وردة ليكون المختار عم يقضي كم يوم عسل بأوتيل الزهور ونحن ما عنا خبر يا ستي منقول إنه ختيار لكن المختار في الحقيقة لسه قلبه شباب آه يا جماعة هيدي قصة إنه المختار تجوز ما عم بتفوت على عقله زمرد ما عندك فضول إنه نعرف مين هي؟ طبعا بسيطة منروح كلنا سوا بنعمل ويكند بأوتيل الزهور ومنعرف مين هي ذكري خطواني اول مره عزيزي بيحكي حلو عزيز فيلسوف عصرك يا عزيز ولك تزهر ايامك وتبقى زمرد كابوس على قلبك يا ابو الافكار بتريد شي ست قمر المختار بعده نايم اتركته عم يلبس ثيابه وبعت وصيله على فنجان قهوه شكرا بالنيابه عن مختار عفوا ست على فكره نعم انا اليوم فاتحه نفسي على سمك مشوي حمص متبل وسلطه حاضر والمختار بنساله شو جاي عباله بيقول لي عبالي عبالي مش رح يغير بيظهر في بينك وبين المختار توافق بالراي لو ما التوافق والتفاهم ما كنا هون سوا سبحان من جمع وفق صباح الخير صباح النور يا صباح الانوار بالمختار اهلا لاحظ بهالايام انك عماله بتفيقي بكير لاني عم نام بكير اها والبطل قال نام بكير وفيق بكير وشوف الصحه كيف بتصير على سلامتك يا مختار اخ والله انت بوب وعين المختار
مختار؟ ها؟ اللي بيسمعك عم تقول عني بابو عينك حيقول قمر بقدر مختار. انت بقلبي وبضميري ووجداني، انت عندي اماني. انت بابا وزوج وعم. كنت شوي كمان زيديها وقولي اخ خليني انظر لنفسي على اني صغير. تفضل. كيف عملها؟ سكر على الريحه مثل العادة. تريد شيء غيره؟ بدي سلامتك. مع السلامة. بدك خد اجرتك، خد اجرتك وقل لي مع مين راح ومين اللي كانت معه. لك المختار دفع 25 حتى معك، انت بدكيني احكي ببلاش؟ لك ما في شيء ببلاش يا عمي حسن، كل شيء وحياتك له ثمن. قبضه لقبضه. تفضل. تفضل. هاي 25 وانطق بها الحكمة وفش لي قلبي. انا خويف ما راح اقول لك اسمي، بس راح اقول لك ثلاث كلمات بتاخذ من كل اول كلمه اول حرف. لك يا سختياني بدك ترجع تعودني على التهجئه عن جديد. هلا بدك ما بدك هال 25 تبعي. شو بده؟ لا بده وبده. لك مش شايفه رح يموت حتى يعرف مين راح مع المختار. مشينا مشينا وقول ثلاث كلماتك. او مرو رجال. فيان قاف ملا فيان ميم رجال فيان قمر. لك ايش هالذكي هيدي، ايش هالذكي؟ قمر يا قمر يا دار العيون. اخ لك يا عالم يا عالم، المختار خرج يشم الهوى، المختار ختيار وهواه فاسد، تاخد ابو كوشي شيخ الشباب. يا شيخ الشباب لك حدا بيأمنك على حلم، لما انت شغلك حرام واللقمه اللي بتاكلها حرام، لك حتى مرتي تفتح جسمها من اكل الحرام. لك هي تضحك انت. لك ما هي الضحكه بتطلع غصب عن صاحبها. نار يمين، قهوه لمين؟ شاي لمين؟ مين لمين؟ عجلوا لكم شوي قبل ما يوصل عزيز وزمرد. وبتصرخ يلا شهلورة وجو مدري شو خلصونا. هاي خلصنا حضرتنا وبعد سعادتهم ما شرفوا. يا ستي هاي صار الوقت وبعد ما شرفوا، انا شو ذنبي بقى؟ هلا انكل كاغبو صانك غياب بلا صغيخ غاكي تنتفك للمامة عخفت كمان فيغ صون مكياج، ولا انا لحقت اعمل سشواغ بور مي شوفي لشعب. كل شي حبيبي عندك بالكتاغ الصغير. تاني مرة تبقى خد نفس. يقطع نفسي انا بس لاني بحشر حالي بهيك امور. قوم افتح الباب وخلصنا. ربي خلصنا منك. الله يوصف عمرك. اهلانكم. بونجورين يا ستنا. اخرتوا يا جماعة. صار له ساعة بيصرخ علينا بحضرتكم تأخرتم. بعد في شي مع خاركون؟ لا لا ابدا. عزيز السيارة برا، طلع شوف احسن ما حدا يلفها. لا تخافي المفاتيح معي. ما هنم يخاف علي لانه المفاتيح معك. باردون شوف انكل سلامانكيكي حبيبي عم يسرقوها، vous avez compris، واذا ما سرقوها عم بجروها، واذا ما جروها عم بحملوها، فاهم شو؟ ولا مين شاف ولا مين بيرى. هلا ني الحرامي مش واقف على الباب، خلصنا وماشيين. فكوا حمول هالشنطه ماما. يلا انا بدي اخطط عودي احسن ما يسرقوه يا عزيز. لحظه ما فيني روح. نعم خير ان شاء الله. بدك ترجع على البيت لشو؟ سكرنا الباب على البسينه.
ما انا بهرتها بايدي للبسينه وصيت فيها عمرستو. ولك يا جماعه تحركوا هلا بالنا بالبسينات. قال الناس بالناس والقطه بنفاس. هذا اللي صاير فينا يا سيدي. شوف الست زمغط وزافي غيزون هاللي مغبي بسينه بهالايام كانه مغبي بنت من بناته. يسلم تمك وهي انا اذا بتغيب عني ساعه مهلك بجن بحس قلبي عم يخبط وطالع نازل. يروح غيتك تفرحي فيها يا رب وتشوفي بكغيها. نقش عليك يا كوكو انت انسان كبير. يا جماعة ذكر لبسينا نسانا حالنا خلصونا بقى. يا جماعة خلصونا بقى قلت لك ميل الشنطة ومشي. يلا يلا ماشي يلا 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 تفضلوا خلصنا. يلا يا يلا يا ابني يلا عشرة. هيدا المختار واللي معه قديش انهم نازلين عندكم؟ عم تسألوا كأنه جنابك من المباحث وعم تتبع أثار جميع مجرمين. لا بس احنا بدنا نعرف انه المختار مجوزة لأمر ولا خطبة ولا بأي صفة نزل معي. صفته انه كل واحد عنا بهالوتيل نازل بصفته الخاصة، بينام بقطه وما بيلتقوا إلا بغرفة الأكل أو برحلة شم هوا. واليوم وين راحوا يشموا الهوا؟ والله سمعت المختار عم بيقول انه بدهم يتغدوا بقهوة العين. يا عين يا ليل يا عين على الرحلات السنتيمنتالية. أنا بدي أتأكد لأن سمعت المختار عم يترشق كلام غرام مع أمور. هي وأنا بعيني هيدي شفته عم يبوسه. ما بسمح لك بهيك أسئلة ونحن هون منا قاعدين نعد البوسات أو نحصل كلمات على الزباين. وهلا بقدر أقولكم تفضلوا طلعوا برا أو مضطر نادي الخدم يرميكم برا. لا 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 لا, لا بأمرك يا مات نحن ضاهرين من غير طن ورني، لكن إذا شفت المختار قل له إجا أبو كوشي والسختياني يسألوا خاطرك وقل له بالرفاه والبنين والثبات والنبات وعقبال ما تخلف صبيان وبنات. أوه وعتقول له إنه كروم السختياني إجا مع أبو كوشي ترى بتخرب لي بيتها وإذا زحلق لسانك وقلت له وعروف حالك وقد أعذر ومن أنزل. لكن من جهتي أنا قلوا اني جيت ورح ارجع اجي للتهاني قبل ما يخلص شهر العسل. لا تواخذنا. يا عيني ملا جوز لا فستق ولا لوز. كيف صارت اعصابك؟ ارتحت برفقتك يا مختار. يعني بكره بنقدر نرجع ولا شو مستعجل؟ مضايق من وجودي؟ لو لوجودك شو كان لوجود المختار بأوتيل الزهور. مختار. نعم يا ستي. أنا ست فضولية وعندي سؤال بدي أسألك إياه من زمان وبدور براسي ومستحية. حسن السؤال نصف العلم، قولي حتى لا تكوني جاهلة. مختار شو السر إنك بقيت هالعمر وما كتبت الزواج عجبينك؟ والله إذا كان في شيء مناسب تحديدك أنا مستعد. في أنا. أنت بمثابة بنتي. يا ترى جماعتك شو عم بيقولوا هلأ؟ من جماعتي عم بيقولوا هلا يا سيتي وبيكرروا قول الشاعر قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. كلام الناس. ثلاث أيام مستعد اتحمل كلام سنة كله كرمال راحت قمر. وبلسان قمر بقلك مشكور يا مختار. أنت مشكورة. ياي ياي قديش جو هالاوتيل سنتيمنتالي. عزوزي عزيزو. لك يا الف نعم يا عيون عزيز. تعرف لو كنا بنعرف انه اوتيل الزهور بهالروعه كنا عملنا فيه شهر عسلنا. ما بتعرف يمكن كانت زمر طلعت من هون وحامله ولد. بس هي يلي بدها تجيب بتجيب بزهور وبلا زهور. هلا يا جماعه خلصونا من الحديث وخلونا نحكي بالموضوع اللي جايين من اجله. يا سيدي اللي جايين من اجله بدنا نعمل ويك اند وبس. والهيدا الحسب الظاهر بس المظبوط مش هيك ولا غيرت رايك؟ زمرد قال من راقب الناس ما تهمن. انا معك يا عزيز. انا لا معك ولا معه. ست وردة حضرتك صايرة طبعك شرير مثل الست زمرد. عجبي هلا باردون مامي بوكوا حبيبتي ليش بتحبي تشتغلي بالمتاعب؟ اذا مسيو لماغ المختار تزوج امغ ولا امغ تزوجت المختار صحتين وهنا بلا ما تسودولن ايامهم وتركوهن عايشين دون سبال غير باحلامهم الحلوة. دون سبيل غيب بأحلام ونحلم. أنت وعزيز وعمك غير أنا وأمك. أنا وأمك جايين لهون محاربجية واللي ما عجبه يتفضل يرجع لقواعد ثانية. مزبوط. أهلا وسهلا.
حضرتك المتر؟ نعم. ممكن تهيلنا التلات غرف؟ لحظة، أنا بدي غرفة تطلع على الشمس. حاضر، بس ممكن نعرف مين حضرتكم بالأول؟ دعيك عزيز السلامنكي. إيه زوجي. حضرتها بتكون الست زمرد مدامتي. مرتو. وأنا يا ابني الأستاذ الموسيقار الكبير الأستاذ بلبل صاحب الأوتار الذهبية، وحضرتها الست مدامتي. إيه وحبيبي موا أنا ابن مدامته ابن الست غوز جي مابيل كوكو. اتشرفنا، وهلا بتسمحوا لي بعشر دقايق بس لحتى هي الغرف. خذ راحتك. متر حليم؟ نعم. الغرفة اللي فوق غرفتي بيظهر اللي فيها عم يلعبوا كاراتيه، يا اما بتغير لي غرفتي او بتفهم الجماعة اللي فوق يخففوا الدبيك والصياح. حاضر، انا هلا فهمه. امار امورة امرمر، ولو حكينا معنا شوي شي كلمة. سلام على المعرفة. انا لا بعرفك ولا بحب اتعرف على امثالك. ليك 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 عم تحكي مثل اهل فوق. اولا انا ما جاي اتعرف على النكرات، انا جاي اذكرك بكلمتي اذا بعدك متذكرتيها. اي كلمه يا ست؟ لما قلت لك خطافه رجال، يوم اللي خطفتي لعزيز وبلبل، واليوم خطفت المختار. لك شو هالحكي؟ ولك يا زمرد، انا احتج على كلام الست زمرد. انا في زمانه خطفتني ست واحده بس اسمها ورده. هلا باردون مدام غوبي، بوكوا فوز وفغي دي بورت فرمي حبيبتي؟ لشو عم تفتح ابواب مغلقه تترجع تعلق بين الاونك زيكا زيكا وبين المامي وبينك وبين حضرتهم ماري سلامانكيكي؟ انت اذا بتريد حمال خفيف وخليك خفيفه. انت بريد اسمع كلمه من عزيز يسكت فيها اللي اسمها زمرد لكتف لسانه عن الناس، ولكن مع الاسف ظهر لي انه هو الست وهي الرجال. عجبك؟ عجبك نسمع هالكلام بهز البدن؟ ولك هيدا القمر يلي زانن حاله فوق بدي نزله لتحت. تركيني مرة تركيها بهدي حنا. ازمرد بكفي بقى، خلصنا. يه صحي حلو الصحة وماتوا. اذكري انه اللي عندك تار يلي عني حالك غيراني عم بختار. اذكري اني عندك تار يلي غيراني عم بختار. الحقيقة الحق علينا يلي سمعنا كلام الست زمرد وجينا. يعني بالفعل زودتيها. ست ام كوكو، نحن جماعة لازم نحفظ كرامتنا ونرجع. المختار صديقنا وما بيسوى تشرشح أبدا. نعم، واللي بيحب يتفضل معنا يتفضل، فنحن راجعون. تفضل يا ست نرجع. تفضل. لو رجعتوا كلكم أنا مش راجعة لخلص حقي من الحي اللي تحت التبن. طيب خليك هون أنت، أنا رايح معهم. أيوه يا عزيز، تركها تحصد كيدة، كيد النساء عظيم. هلأ ألون وكغاتة تنتفكن وبلا لقتوا عشم بقى. يلا بالله عائدون ولا عودوا احمدوا. بتعرفي؟ نعم. انت وحده ست بتشتري الشر شريه، هل عم بيقول لي انه رجوعك للبيت مش عند على سلامه؟ انتهت المقابله خلص ولا كلمه. انا مش ظاهره من الاوتيل لخلص حقي منها هي والمراهق العجوزه اللي اسمه المختار. زمرد. نعم. صرت تنهي مقابلات بسيطه. زمرد سوف نرى. سوف نرى؟ ولك شو بدك ترى بعد ما عملتني قمر رجال وانت مرة؟ لوه لوه رحاش تشتر. هلا بيجي ابو كوشة بسمع كم تقنية. ولك القطيعة تقطعك وتقطع ابو كوشة، ما فيكن تشوفوا واحد قعد عميكو لحتى عينيكو تبحلي وتغصاو. هلا انت بتكون واحد عم يحكي معك بالمفرة بترد عليه بالجملة. كم مرة صار قايل لك ابو كوشة ممنوع تاكل بالقهوة؟ بدك تاكل تاكل مكتب المختار. لا بدي اكل هون، واذا كان رجال يقرب لشوف. هلا شو عم بحضر السختين؟ ايه لك عامل لي القهوة مطعم وبتحاكيه بفز عليك. بعد شوية اتقطع لك شو استطعمه قليل. والله يا عمي خايف ما بلقي لي فيه. لك بدي اقصف عمرك اشوف مين بدك. عدني اليافطة بتروح تعلقها بمكتب المختار وإلك عشرة، وإذا سألك المختار مين علقها بتقول له ما بعرف وتنكر. ها؟ العشق في القبر كالنقش في الحجر. بدك إني روح علق إيه وبعشرة؟ أنا بعلقها بخمسة. روح علق إيه؟ أنا بقول له أبو كوشي بعت علق إيه. بدك تعلقنا مع مختارك يعني؟ يعني المختار رجال ادمى. اذا كان امر ما حبتك اش دخل المختار؟ اخ المختار الكركوب بينحب اكثر ما بينحب ابو كوشي. وبدك تحب على مرتك يا ضوني؟ لا لا يا صاحبي شو شبك عم اقول لك. مثلا
ولو تضرب انت وياه مثلي اصحى تقوم تبق البحصة قدام خشبي وتقوم علينا المشاكل. ها ادفع اجرة تربل وبتمشي العملية بسلامة. على شو التربل؟ ايه 10 مشان تعليل يافطه وعشرة مشان ما اقول للمختار وعشرة مشان ما اقول لمرتك انك قلبك معلق بالامر. ايه عرفت شو؟ لو ليش وزك ما عجبك شيء يا سختين؟ الشطر اللي بيسحبه من قلب تمك يا ابو كوشه. اتفقنا روح علقها ورجع. انا راح اروح علقها وارجع مشان اقبض، واذا كان رجعت وما لقيتك راح اروح اقبعي هو قد اعذر من اعذر. انا ناطرك دخلك. هلا انت عملتك ما افتكر انه السختيانه بيكتم سر؟ لك اذا ما كتم سر بدي اكتم انفاسه. من جهة ما تهمتني هالست اني خطفت رجال واخر رجال وقع بشباكي مختار، انت صرت بتعرفي كويس شو اللي بيني وبين المختار. وشو قصدها بقيت بالاوتيل بعد ما تركوها جماعتها؟ ما في شك انه في شي بضميره وناوية تعمله. على كل حال انا بدي اتصيدها قبل ما تتصيدني، وانت بدك تعاوني. انا بخدمتك ست قمر، بس تركيلي وقت فكر فيه لاعرف طفش لك اياها بليلة ما فيها ضوء قمر. يعني ليلي ما فيها انا؟ اهلين، شو الاخبار؟ شو بدي اقول لك؟ اخبار انه هيدي زمرت ست عنيده ما ناوي تترك الاوتيل يا حبيبنا الا لحتى تطفش اللي اسمها قمر وتنزل سخطها على المختار هالمسكين اللي مش عارف منين يتلقى اللطمات. شوف يا ام كيفو سينيور حبيبي، لازم نشوف مسيو لماغ ونوقف جنبه، واذا زمرت ما عجبها موقفنا يلا تروح تفتش على قاطق امي اصدقاء غيرنا. هلا المهم هالمعطر المشحر عزيز هيدا شو حالته؟ حالته مرتبه بقطع القلب.
يعني هذه زمرد اذا ما خانقت جوزها بتروح تفتش على مين خانقها؟ ولا شو صابغ علي يا هلم اغطس كل غلطه تندفع على هالامور الحلمنتيشي يلي بحبه لزمرد يلا يروح يطلقها ويغتاح منها لتكون الى تغبايه. قصه يطلقها بتنقال هون ما بتنقال برا، بعدين الطلاق من معانيه الخراب يا كوكو. اسمع شو عم بيحكي عمك وفهم كلامه، وهذا الكلام اللي بقى تعيده على لسانك ابدا. بكفي يا ابني انه نحنا وزمرد وجوز زمرد اكلين خبز وملح. قوم شوف مين افتح، حرك يلا يدخلك يلا. هذا عزيز شغل لي بالي. اهلا يا عزيز، تفضل. اهلا اهلا، مرحبا شباب. اهلين اهلا وسهلا. افكارنا عندك شو؟ شوف غيغاردي يا حضرة السلامنكيكي حبيبي، يا بتكون ان ام غجال وبتطلق زمرد وبترتاح منها، يا اما باردون حبيبي قام تغنو لح تجيب اخرتك وانت بعدك بعش شبابك. يا ناس قال بقولوا الصبر مفتاح الفرج، قديش صرت صبر وما كنت دوق طعم الفرج. هلا اللي بيشوف زمرد غيراني من امر على المختار شو بدي يقول؟ لا ما بدي يقول انه زمرد قلبه معلق بالمختار. لا يا عزيز ممكن ينهال غير هيك عليا، انصفوني ما كنصفوني واعطوني الجواب. يا عزيز كبر عقلك يا حبيبي، شو قصتك هيك؟ هلا كل هالعمليه كرمال سواد عيون المختار؟ لا، كله بس مشان زمرد تحط على عين اللي اسمها قمر انه هي خطافة رجال، هيك على زعم زمرد. لك يا ست وردي هلا نحن شو لنا مع الناس او بتصرفات الناس؟ الحقيقة لازم نوضع حد لتصرفات هالست. ولك يا أستاذ بلبل كم مرة واصلي بيني وبينها للطلاق، لا كانت ترتد لا كانت تاخذ لدورة. هلأ لك غيغاردي حضرة السلامنكيكي، هيدا الكلام دفوتر لونج من لسانك، ولو ما تكون زمغد مغبعة بقلبك كنت طلقتها وارتحت من شرها. يا مقصوف العمر بلا هالكلام. ما مسمحي لي أمه، وينك كله من رخاوة حكمك يا سلامنكيكي، غيتك تضغب روح طلقها وارتاح منها ورزقك على الله باغ الجال بقى. هيدا ابنك ولد مستحنفر. مستحنفر مستحنفر، كلامه صح، أنا مش رجال قدركم. عزيز بالبول بالبول شو قولك بيطلقها هالمرة؟ قال يا ستي اللي تعود يحط راسه تحت الملزمة ويقول أخ، إذا ما حرر نفسه رح يضل راسه تحت الملزمة وعلى تمه كلمة أخ. الله أمتى ولا أمتك مغرب شدام. العشق في الكبر كالنقش في الحجر. على الشعر عند الكرام مشاغل السفهاء. يا سختياني يا بديل علوش. شو في مختار؟ في بدي اسألك انه هيدي مين حطها هاني بوجودها؟ انت نسيت تدفع لي سلفة على المعوش. وانا راح اتدبرت شغلة وهالشغلة قدامك. السلام دخلك، مين اللي دفع لك؟ 30 ليرة دفع لي هنا ابو كوشة. ابو كوشة بتبيعني الابو كوشة ب30 ليرة؟ الطفر يا مختار وهالزمن زمن طفروني، اوقات الطفر بيخلي الواحد يسرو دير بالك على سيارتك وبيتك. ها اجا ابو كوشة اجا ابو كوشة. مختار؟ نعم. اروح تعمل ويك اند؟ عملت ويك اندين. بيظهر كان المناخ طيب يا طيب. ولك دخلك وانت مين معينك رقيب علي وعلى غيري يا ابو كوشة؟ انا معين حالي ومتعجب كيف هالست قمر ما اختارت غير جنابك تصروا مع البجاج وتاخدوا معها على اوتيل الزهور. اذا قلت عني بجاج ما بلومك لانه هالقد نفسه. وبعدين لو كنت امنز من المختار كانت قمر اختارتك وفضلتك على المختار. هيك المختار رجال ادمى وانت بعمرك ما حتكون ادمى ابو كوشة. ايوه انت بتعرف زواك اللي مره معك مره عليك نخلاك وانت فرغت جرابك وخلصت ولا بعد؟ هلا اكتفينا والملحق يتبع يا مختار المخاطير. يا سلام الحمى تصل وصلق كنت كنت انت قوم اضربها وكنت انا بساعدك. لا الحمى تصلك انت ليش ما ضربته قبل ما اضربه انا؟ انا ما فيني على وحده. ايوه ما هو ايه ما هو مرجف كل الحرم انجحه ما بيقدر الا على خالته مرتبه.
سختيرك. مرحبا مختار. مرحبا. كيفك مختار؟ بخطرك مختار بخطري. لوين لوين لوين؟ بدي اجيب لامي دواء. دغري الوان اخده. اشتري دواء عجل عجل قبل ما يغلى الدواء. بخطرك مختار بخطري. دواء دواء. العشق في الكبر كالنقش في الحجر. ستنا السختياني وخردق شرفه. اسمح لهم يفوتوا. حاضر. مرحبا ست أمور. أهلا. بين اليوم كتير مهذب. أتعلم من مرته حسن الأدب. فينا نعرف ليش بعته ورانا؟ عادوا لنحكي. بأمري. شو بتحبوا تشربوا؟ فينا أناناس. أناناس. والسختياني؟ جيب لي دبوس مشكول بساندويشة. من فضلك جيب لهم طلباتهم. حاضر. وهلأ قربوا تنحكي تتعرفوا لشو بعدت وراكم. حاضر. أنا صبح حمون وقد قتلت زوجتي في هذه الغرفة. لماذا قتلت زوجتك؟ ثم قتلها له فغطس الاثنين. ليش قتلت وافتريت على حالك؟ ليه؟ كانت جايبة بطيق مثل ما أنت جايبة بطيق لزوجتي يا عشورية. اترك الأوتيل وروحي لبيتك. والمدى الآن يا بيتي يا بيتاتي يا مسطرة ويفاتي. فيك باكل وفيك بشرب وفيك بنطي رياتي. لحظة 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 تستر. لا من أزيك ولا بتأذوني. حكوني كلمتين عروا. منين عم تحكوا؟ منين؟ يمكن تحت الكرسي. لحظة بوس إيديكم. شو رأيكم؟ شو رأيكم؟ إنكم توصلوا لغرفة رقم 15 وتخوفوا هيدي اللي نايمة بغرفة رقم 15. خلوا تتركوا الأوتيل. خوفوا. من هي هذه التي في غرفة رقم 15؟ هيدي اسمها قمر. قمر خطبة المختار الحي. ولا الحي صفيان بلا مختار. هذا ما بخصنا بقمر، بخصنا باللي نازل بهذه الغرفة. لأن حادثتنا وقعت فيها. مين عم تحكي؟ مين عم تحكي؟ لك يا حبيبي يا حبيبي شو رأيك؟ بوس إيديكم. طب تعالوا لعندي نتفاهم أنا وياكم. شو رأيكم؟ يا أشباح الخير، يا حبيبتي، يا روحي. نحن أشباح شر مش أشباح خير. طب أنا رح بصرخ كمان. خلي يجي خوفوكم. يا حليم يا سليم. شوفي ست زمرون. شوفي في اشباح، في اشباح تربوا لي اشباح وعم يهددوني بالموضه اللي اسمها الخطف. دقيلك دقيلك خلصني من الغرفه. خذي الغرفتين. انا كان بدي اخذ بك وغيرك الغرفه بس مع الاسف كل الغرف مليانه. كلها مليانه. كلها. طيب جد فكره. شو تحب اخذ الحاف وبنام الليل بالصالون على بكره برحال. اعمل اللي بيريحك. طيب حاب اخذ الحاف وبلحقك. انا ناطرك تحت. ما تتركني بس. وين بدي اتركك؟ ناطرك تحت. شلت اللي بدي اخذ له. ايه بدي اخذ الحاف. ليه ليه دغري كل الاشباح صاروا فرشتي يا ماما. وقد قبضنا من القمر يا مليح وطفشناه.
تفضل يا مختار. يا سيدي شرف بقى، انت كريم ومسامح. اتفضل. اكرامتنا يا مختار. شرف يا سيدي. اهلا وسهلا فيك يا محمد. اهلا وسهلا بالمختار. تفضل تفضل. ولو مسيو لومير الدار دارك والمفتاح دون فوتر سانتور بزنار. اويها زارنا المختار، اويها ونورت هالدار، اويها شعلوا البخور، اويها ورشوا الارض ازهار. ولي لي 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 لي. انا بشكر الله على انه ظهر المختار متهم ومظلوم. يا مختار الاوادي مهم، لكن بوجودك صاروا بتار. يا سيدي الحقيقة نحن اللي طعنا زمرد، ولو فينا عقول ما طعناها، لكن الحمد لله ان رجعنا واصلحناها. ولك يا شمنتي فيها، اجا مين يقول لي انه طفشت من الاوتيل نص الليل بعد ما ظهرت عليها الاشباح. يا ساتر. اشباح يا ساتر يا رب. بالبول لو بقينا معها كانت طارت عقولنا. يا ساتر. ولك يا ستي قالوا على الباغي تدور الدوائر، رادت هي على انها توقعني فوقعت. شوفي يا بعدين اذا مسيو لمغ حب امر ولا امر حبت مسيو لمغ. سيرين يا با دامور رين يا با دوفي، لولا الحب ما في حياتي بينعاش فيها. وي سلافي، يعني كلام كوكو زين الكلام. شوفي عزيز حب زمرد وكوكو حبوا نيرة وانا حبيت وردة. يا ولك كرهتني بالحب وكرهتني بالمحبة. ست راوي مشاكل وخماء، عايشة معي بالمعارك، دايما بتشوفني مهزوز بدني، عايش على اعصابي معها. هيدي بيسموها حياة نعيم، هيدي بيسموها حياة جحيم. والمشكلة انا لازم اطلع من طريقة ترتاح. وبعدين توجور توجور شاك فوا بتكي لو ما كانت تستطعم. امساني سحبت علي امغ فلفل، وبالاوتيل طلعت علي الاشباح وبعدها على عنادة. لكن يا جماعة صدقوني انه قلبها طيب، حتى بخناقها مع عزيز سبحان الله يا اخي دمها خفيف. هلا لا عزيز بيسخى فيها ولا نحن بنسخى بزمرد، لابد ما تهدى حديتها وترجع لطبيعتها. بس المهم انه المختار ما يكون زعلان. اه والله يا ستي انا بزعل من اللي بحبه. كلنا بنحبك يا مختار لحسن اخلاقك وطباعك. يا سلام. شوف مين يا ابن افتح الباب. انا بعرف انكم كلكم شمتانين فيي وكلكم اعدائي. مدام كلنا شمتانين فيكي وعملتينا اعدائي، بوركوا دقيتي على بابنا وجيتي لعنا؟ صرت تعرف تقول بوركوا وتعلمت من كوكو. اولا انا رحت على بيت اللي لقيته مسكره والمفتاح مع عزيز وجاي اخذ المفتاح وبس. تفضل يا ست، هاي مفتاح البيت. الله يسامحك بالبيت واللي فيه. لحظه بس لحظه، بيتنا المفتاح. لحظه انت لشو تركت البيت ورحلت؟ ليش؟ شو عملت لك انا؟ لك انا شو صدر مني لك يا عزيز؟ هلا تركني بس صار معي رشفه قلب ودقه، صرت عم برجع وبتتركني. لا عزيز تتركني بهالحشره عزيز. انا بنترك هلا. يا سفت زمرد، الرشفه وضغط القلب من الاشباح اللي تخيلتيهم واللي شفتيه كان عبره لك حتى تقصر لسانك وما تخوضي بسيره المختار وفلان وفلانه. وانا من اجيها يا سيدي بسمح. برافو يا وبكفي على انه عرفت غلطتك. هلا جيفو زان بغي مسيو لما حاجه تسمح دخلك. لا غنى غص علم بعمره ما تاب عن اكل لبول الدجاج. ولك والله اتعلم فرنساوي بس واحكي معك يا كوكو لانه حارق قلبي. لبول ودجاج. ست وردي مبسوطه تركي جوزك بلبول وكوكو يبهدلوني. يا حبيبتي ما في انسان الناس بتبهدله الا هو ببهدل حاله. كتر خيرك ست وردي على الكلام، ممنونه انا. شكرا. وانت ما تحكي ولا كلمه، خليك ساكت. شو بدك لاعمل لك؟ لك يا سيدي بدها انك تسامح وتضل تحبها. يسلم هالدم يا مختار، شو هالكلام الحلو؟ ولك ما رميك بحجر وقال عنك حبيت القمر الا اللي ما عنده نظر. مش رح بسلم ولا رح اقول مرحبا الا للمختار. اهلا اهلا. وليش جاي؟ جاي اقلك اني قدرت اقلعك من الاوتيل مثل ما كنتي ناوي تقلعيني، والاشباح اللي شفتيهم كانوا خردق والسختياني، وشهدوا كلكم للي انتصرت وبخاطركم. مختار العفريتين طلعوا خردق والسختياني، مين بعتهم؟ يا ستي كنت تسألي اللي قالت لي يعني الله بيشهد على اني بريء من هاللعبه. حكوا قد ما فيكم وشمتوا فيي. يا حبيبتي الشماتة لقم. يا انتوا لقم. لا غلطان كتير، نحنا ما في حدا منا لئيم لحتى يشمت فيكي.
وانت اسمح لي بالمفتاح وروح غني موالك. ولك يا زمرد ولك لا تظني اني انا راح بتركك او راح ابعد عنك، لك انت بقلبه بضميره العزيز. لك يسلمني قلبك. عاش عاش الانسان النبيل. لا عاشت الست يلي بتعرف قيمة جوزها وبتداريه. ولك حبداريك مثل الكحل بعيوني ومثل المنكير بإيدي. لك يسلمني. يا مختار، مين قال بقاتلك وبنقرك ومقلي قلب فارقك؟ مين قال هيك؟ يا سيدي هالمثل مجهول الهوية، واللي درجه هو وهي ودنيتهم هيك. We'll be right back.